ونروح لزميلنا محمد توفيق واحد اللقاءات مع كبير مشجعي النادي الاهلي بالمغرب. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من الدار البيضاء، وخلال تغطيتنا لمباراه الاهلي والرجاء في اياب دور الثمانيه من دوري ابطال افريقيا، يعني معانا واحد من اقدم المصريين الموجودين هنا في المملكه المغربيه، وواحد من اكبر جماهير النادي الاهلي هنا، يعني الحاج رضوان بلال. يعني برحب بحضرتك في البدايه، يعني عرفنا وعرف كل جماهير النادي الاهلي بقالك كام سنه هنا، وحكايه بقى عشقك للنادي الاهلي. انا بشجع النادي الاهلي من اكثر من 60 سنه لما كنت في مصر، وهنا 43 سنة أو 44 سنة إن شاء الله، ولكن الأهلي هنا مش في حتة تانية. النادي الأهلي في المغرب لابد إننا نشوفه ونحضر ونتمنى الربح، والحمد لله دايما رابحين وكسبانين إن شاء الله. النادي الأهلي أهلي، عارف أهلي يعني الواحد إذا ما فرحش بأهله يبقى مش هيفرح بحد تاني. اي وقت اي خبر صغير كبير على النادي الاهلي بيفرحني، وخصوصا لما بيكسب. كابتن عبد الحفيظ انا يعني اعرفه من ايام ما كان لاعب، من ايام كان لاعب ومتعنا بلعبه في النادي الاهلي، وشفته السنه اللي فاتت مع لما كانوا بيلعبوا هنا مع كايزر، وبشرتهم بالكاس والحمد لله خدوه، وبرضه ببشركم بالكاس وان شاء الله هتاخدوه، ان شاء الله الاهلي هياخد الكاس ان شاء الله. زي ما حضراتكم يعني شايفين الحب والمشاعر، وزي ما قال الراحل صالح سليم، النادي الاهلي ملك من صنعوه، ومن صنعوه هو جمهور النادي الاهلي. ما نساهوش البعد ولا حتى الزمن في حب النادي الاهلي، وشايله في قلبه ومستني اليوم ده على الحقيقه عشان يكون بيقادر فريقه المفضل، وان شاء الله الفوز للنادي الاهلي. اختصر طبعا الكلام كله في كلمتين فقط لا غير، قال الاهلي اهلي باختصار شديد جدا. الاهلي بالحياه 60 سنه، ربنا يديله الصحه ويديله العمر ويفرح بالنادي الاهلي وهو بيحقق البطوله ال 11 باذن الله، ويفرح بالنادي الاهلي وهو بيعبر الرجاء باذن الله. ولكن كانت جمله عبقريه جدا، اختصر فيها الزمن واختصر فيها تشجيع النادي الاهلي، النادي الاهلي اهلي. طبعا ده كان لقاء مع اكبر مشجعي النادي الاهلي في المغرب عندنا.